نظمت جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمع البصري الثلاثاء 26 أبريل مؤتمرا صحفيا بمقهى ومطعم السقالة بمدينة الدار البيضاء، وذلك لإعطاء بعض الشروحات والتوضيحات حول الدورة 8 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والذي يقام سنويا بمدينة أكادير. هذه الدورة التي تحمل شعار الكلمة للمواهب الصاعدة والتي ستنطلق أشغالها من 2 ماي إلى غاية 7 منه بعاصمة سوس، ستكون كذلك فرصة للمتخرجين من مدارس عليا ولحامل شهادات في المجال السمع البصري للاحتكاك بمجموعة من الأسماء المعروفة بكفاءاتها في مجال السينما الوثائقية، وذلك بهدف الاستفادة وكسب الخبرة. التقينا رئيسة جمعية الثقافة والتربية السيدة هند السايح التي أجرينا معها الحوار التالي. المهرجان في دادوك هذه الدورة 8، وهو مهرجان يقدم أجود ما أنجز في مجال السينما الوثائقية، وهذا السنة غيقدم لنا 30 فيلم من 25 بلاد مختلفة، وكاين هاد النشر ديال الثقافة الوثائقية عبر المهرجان، وحنا حاولوا لأن أصبح الفيدادوك مكان وأسرة طبيعية لدعم السينما الوثائقية في المغرب والدفاع على عليه، وهيكلة هذا القطاع اللي احنا نعتبروه مهم بزاف لأن كيدعم القيم ديال الاحترام وديال الإنسانية وديال التسامح اللي تنفتقدوها في واحد العالم اللي فيه الإعلام بواحد طريقة مشوهة كيجينا على مواضيع مهمة، والفيلم الوثائقي هو تيدعم هذاك وجهة النظر، هذاك التفكير والكتابة اللي تتعطي ذاك البعد الأساسي لواحد وجهة النظر واقعية. المهرجان عنده الشريك الأساسي للمهرجان هو دوزام، قناة دوزام اللي هما تيدعمونا من البداية وتيدافعوا كذلك على هذا النوع السينمائي المهم، عندهم واحد لاكاز في نهار الحد في الليل كيدوزوا فيها لي زوم اللي هي عندها واحد الاقبال كثير، وهما كانوا شجعاء لان تيدوزوا فيلم وثائقي اون برايم تايم في نهار الحد، من غير طبيعيا كتكون اون فيكسيون ولا شي حاجه، وتيكون واحد الاقبال كبير على هاد لاكاز، وعندنا دعم شويه ناقص كثير على زعما بصراحه باقي داكشي ضعيف بزاف لان عندنا اقبال اكثر والشركاء من خارج والعمل ديالنا تيتبعوه في العالم باسره، والفيدادوك اصبح واحد من اهم مهرجانات السينما الوثائقيه من خلال اهميه الافلام والنقاشات اللي تيكونوا حول السينما الوثائقيه، ولكن في بالنسبه للدعم اللي تيجينا من المغرب بازال قليل بزاف مع الأسف. أصبح واحد الإقبال كتير، أصبح هو تجدر في حقيقة في مدينة أكادير، وكل سنة تنفرحوا بزاف لأن ولو تيجيو الناس كتار ولو تيجيو العائلات، ولو في الأول كانوا شي شوية تيخافوا بحال ما تعرفوش اش داكشي كاين، ولكن دابا الحمد لله الناس تجي وتيجيبوا وليداتهم وتنديروا العروض خارج مدينة أكادير، لاكارافان اللي تتمشي الأحياء الشعبية والمدن المجاورة لمدينة أكادير، تتكون واحد الاحتفال وتتكون واحد الأمبيونس مهمة وثقافة واشتراك، وعنده واحد الإقبال كثير من طرف سكان مدينة أكادير.